لنقاش ملف نفوذ ميليشيا الحشد في العراق ينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي يسعى لتعزيز نفوذ ميليشياته من خلال العمل السياسي، برأيكم كيف ستوسع هذه الميليشيات نفوذها بعد دخولها رسميا إلى البرلمان؟ ومنذ البداية سيدتي منذ عام 2003 هذه الميليشيات تسللت إلى داخل المؤسسات الحكومية و استطاعت ان يكون لها حضور وان تكون لها حظوه في بدايه الامر، ثم انتقلت الى ان تكون هنالك لها كيانات خاصه وكيانات واضحه المعالم، وفرضت اسلوب القوه ان يكون لها قانون في البرلمان الموجود في بغداد، رغم انه يعارض حتى الدستور الذي وضعوه العمليه السياسيه الموجوده في عام 2005. لكن الحقيقة نحن اليوم نعيش حالة من فرض أمر الواقع. اليوم هذه الميليشيات تعيش حالة من فرض أمر الواقع بأنها متواجدة وأنها موجودة وأنها تدير الملف الأمني، واليوم تدير الملف السياسي، تمكنت من الدخول في هذه الانتخابات، وتمكنت حقيقة هذه الميليشيات بدعم القوى الخارجية، بدعم مباشر من إيران وبتساهل من قبل الولايات المتحدة، أن تسحب البساط من العراقيين، فأصبحت اليوم مدنية الدولة انعدمت، مدنية المجتمع انعدمت. اليوم نعيش نحن دولة ميليشيات، وحتى مفاصل المجتمع العراقي أصبح اليوم مفاصل ميليشياوية. نعم، وهذا يقودنا ربما لما تحدثت عنه أيضا صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت بأن هناك مساعي لهذه الميليشيات لإنشاء نسخة من حزب الله اللبناني في العراق. إلى أي مدى نجحت أو ستنجح في تحقيق ذلك؟ يعني هي حتى الآن نجحت إلى مستوى كبير جدا في أن تسحب البساط من الشعب العراقي كما فعل حزب الله. طبعا النسخة مستنسخة، أنها وجدت الحجة في أنها المدافع عن الشعب العراقي ضد الإرهاب كما فعل حزب الله، أنه المدافع ضد الاحتلال الإسرائيلي، ثم انقلب السلاح إلى الداخل اللبناني ضد المجتمع وضد إرادة الشعب اللبناني. اليوم السلاح الميليشياوي ينقلب ضد الشعب العراقي، ضد إرادة الشعب العراقي، ضد مدنية الدولة. واليوم نحن نعيش حالة من نجاح هذه الميليشيات في تمكنها من السيطرة على الملف السياسي الاقتصادي الملف الأمني إلى مستوى معين. لكن قد تصطدم هذه الميليشيات اليوم في خطة أكبر من العراق، وخطة كبيرة جدا تشمل الإقليم والمجتمع الدولي، كون أن سياسة هذه الميليشيات اليوم أبعدت العراق من المحيط العربي وأبعدته من المجتمع الدولي. نعم، يرى البعض أن انتشار الميليشيات يكرس مفهوم غياب القانون والدولة، ما مدى صحة ذلك؟ وبالتأكيد اليوم نحن لا نعيش هنالك في دولة قانون ودولة. هذه الميليشيات تمارس دورا فوق الدور القانون، فوق القانون. وبالحقيقة طبعا هي ميليشيات طائفية وليست وطنية مهما حاولت أن تصبغ هذه الصبغة، كون أن القانون اللي صدر المجلس النواب صدر من جهة واحدة، هي ميليشيات اللون الواحد وليست ميليشيات الوطنية. حتى الذين متعاونين معهم من محافظات المناطق الغربية والشمالية لا يتمتعون بنفس الحقوق وبنفس القوانين، لذلك هي طائفية تمثل أجندة إيران بالدرجة الأولى. والدور واضح جدا ما حصل في صلاح الدين مؤخرا، الهجوم هذه الميليشيات على الحكومة المحلية في صلاح الدين، تمارس في أكثر من شاهد وأكثر من دلالة أن هذه الميليشيات اليوم هي فوق الدولة وتمارس دور فوق الدولة. الشرطي ليس له دور والعسكري ليس له دور، بل أن الميليشياوي هو اليوم يتحكم في الملف الأمني. هذه هي التبعية التي أشرت إليها، تحدث عنها مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق والسوريا بريت ماكورك، وقال إن جزءا من ميليشيا الحشد لا يخضع لسلطة الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي، وذلك باعتراف الأخيرة. من هي السلطة إذن التي تخضع لها ميليشيا الحشد؟ الميليشيات الحشد واضح جدا انها تخضع لايران وبسياسه ايران في امبراطوريه المنطقه العربيه. لذلك نجد انه الميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله والحوثيين
والميليشيات السورية أيضا تعمل في نطاق واحد وفي سياق واحد. وبالتأكيد مثل ما عمد حزب الله على عزل لبنان من المجتمع من المحيط العربي والدولي، اليوم هذه الميليشيات تعزل العراق. اليوم العراق أصبح دولة شبه معزولة، وينعزل أكثر أن هنالك قوانين في الإدارة الأمريكية، البرلمان الأمريكي صدر قوانين ضد هذه الميليشيات، ينتظر تصديق مجلس الشيوخ. المحيط العربي اليوم حاول أكثر من مرة أن يجذب العراق إليه ولم ينجح. فهذه العزلة العربية الدولية سببها هذه الميليشيات بالتأكيد تؤثر على المجتمع العراقي، على الواقع العراقي اقتصاديا وأمنيا، وتعزل هذه الدولة وتربط العراق بإيران التي تتعرض اليوم لعقوبات كبيرة. وقد نحصل العراق قد يشمل بتبعات ما يجري في إيران من عقوبات. قالت الخارجية الأمريكية إن إيران تدعم الإرهاب في العراق والمنطقة، كيف تقرأ هذه الاتهامات المتكررة والمستمرة من قبل واشنطن لطهران بدعم الإرهاب؟ في فترة ماضية سيدتي الكريمة كان هنالك تناغم من قبل الإدارة الأمريكية السابقة ما بين الأمريكان وما بين الإيرانيين، وهذا بالنتيجة أثر على العراق أنه الإيرانيين استلموا الملف الأكبر في العراق وتغولت هذه الميليشيات وكبرت. لكن اعتقد اليوم الاداره ترامب اليوم حقيقه عازمه على مواجهه الايرانيين وخصوصا في العراق، ولذلك اليوم نحن نشهد هذه التصريحات ونشهد كشف حقائق وكشف تحقيقات ارتباطات هذه الميليشيات وارتباطات اعضاء في هذه الحكومه واحزاب بايران. وحقيقه سوف نشهد الكثير من هذه الاحداث والكثير منه، وقد تشمل بالتأكيد هذه الميليشيات والكثير من الأحزاب سوف يشملون بالعقوبات. وبالنتيجة هو هذا ضريبة التبعية لإيران اليوم، بأن العراق سوف يمر بأزمات هي أزمات إيرانية، لكن بالنتيجة انعكست على العراق كون أن هنالك أحزاب وميليشيات تابعة لهذه الدولة. الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي لامي كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين عبر الهاتف.